السلام عليكم أعزائي المتابعين. اليوم راح أقدم لكم خلاصة عن كتاب قريته وعجبني وأريد أنه أشارك معاكم فيه، هو الكشف عن القائد الذي يكمن في كل واحد منا لديل كارنيجي، أو الكتاب اسمه The Leader in You، القائد بداخلك. أصور كتاب جيد بمواصفات جيدة، فخلي نشترك ونشوف الكتاب وبعض ملاحظاتي على الكتاب. أشكركم جدا على متابعتكم، وأشكر الله على نعمه علينا جميعا، وأشكركم لمتابعتكم وإسهامكم بالفيديوهات. الخطوط العريضة لهذا الكتاب هو أنه يؤكد على أن القادة الناجحين لديهم صفات قيادية مهمة جدا، وهي 10 صفات. أولا النزاهة، أنه القائد لازم يكون نزيه. وثانيا يقول لك التفويض، لازم يفوض صلاحياته للآخرين على شكل يعني يتدربون فيه. الاتصالات، عنده communication skill، اتصالات يعني عنده قدرة على الاتصالات مع الآخرين بشكل جيد. الوعي الذاتي self actually awareness. الشجاعة طبيعية مهمة، تعاطف مع الآخرين، التأثير عليهم، وسرعة التعلم وسرعة البديهية، والشكر والتثمين، والاحترام طبعا لجميع الموظفين عندهم. يستفيد جميع القادة الجيدين على الأقل من بعض هذه الصفات، يعني مو إلا بالضرورة أنه هذه الصفات كلها هي صفات القائد الجيد، يعني يجوز عنده قسم منها، فيقدر أنه يتدرب على الأشياء اللي هو يعني ما متوفرة من الصفات اللي غير متوفرة به حتى يتدرب عليها. الكاتب شرح هذني المواصفات العشرة بشكل تفصيلي، طبعا أنا راح ألخصها لكم. النزاهة، يقصد بالنزاهة هي السمة القيادية الأساسية للفرد وللمنظمة، ومن المهم جدا أنه المديرين التنفيذيين يعني للمستوى العالي يجب أن يتصفوا بالنزاهة، لأن الشركة ما ممكن أن تعمل بدون أنه أو أي حتى العائلة أنه إذا الرأس كان غير نزيه. لابد رسم مسار المؤسسة والعائلة إن كانت في يعني قرارات جيدة وكذلك نزيهة. النقطة الأخرى ثانيا التفويض، عملية تفويض إحدى المؤسسات المسؤوليات الأساسية للقائد، ولكن قد يكون من الصعب التفويض بشكل فعال إذا ما عنده كادر أو فريق عمل جيد. لا يقتصر الهدف على تحرير نفسه طبعا، من نقول تفويض لا يقتصر التفويض على تحرير نفسك من الحساب، بل أنه يتمثل أيضا في تمكين الآخرين من النمو واتخاذ القرارات، وطبعا وتسهيل العمل الجماعي وتوفير الاستقلالية والقيادة في اتخاذ القرارات بشكل أفضل. يبني أفضل القادة الثقة مع الموظفين من أجل التفويض بشكل أكثر فعالية، فمن الضروري القائد الرئيسي أنه يمنح بعض الصلاحيات إلى المادون وحتى يدربهم في اتخاذ القرارات وجمع المعلومات. الفقرة الثانية اللي يركز عليها الكاتب هو الاتصالات. أفضل القادة هم ماهرون في التواصل وقادرون على التواصل بعدة طرق لنقل المعلومات أو نقل القرارات وإلهام الآخرين إلى فهم يعني المسؤوليات بشكل مباشر. ويجب على القائد أن يكون قادرا على الاستماع إلى مجموعة واسعة من الأشخاص والتواصل معهم عبر الأدوار والأكشولي والمستويات المختلفة. تؤثر جودة وفعالية الاتصال بين القادة عبر مؤسساتك بشكل مباشر على نجاح استراتيجية عملك أيضا. الفقرة الرابعة من صفات القائد الجيد الوعي الذاتي. الوعي الذاتي والتواضع أمران أساسيان للقيادة. كلما عرفت وفهمت نفسك بشكل أفضل أدركت نقاط القوة ونقاط ضعفك، وزادت فعاليتك كقائد لتحسين النقاط الضعف ورفع معنوياتك من النقاط القوة طبعا. النقطة الخامسة التثمين والامتنان. يمكن أن يؤدي الشعور بالامتنان إلى زيادة احترام الذات وتقليل الاكتئاب وتقوية المعنويات بشكل عام في الشركة. الامتنان أيضا يجعلك قائدا أفضل. يعرف أفضل القادة كيفية إظهار الامتنان الصادق في مجال العمل،
النقطة الثالثة سرعة التعلم أو سرعة البديهية والإدراك اللي يسموها Learning Agility. سرعة التعلم هي القدرة على معرفة ما يجب القيام به عندما لا تعرف ماذا تفعل، فيصير عندك إدراك سريع الإدراك لاتخاذ قرار في ظروف غير متوقعة وآنية مثل ما يقولون. التأثير، التأثير ضروري جدا، أنه عندك قدرة على إقناع الناس من خلال النداءات المنطقية أو العاطفية أو التعاونية، وهي سمة مهمة للقادة الملهمين والفعالين. التأثير مختلف تماما عن التلاعب manipulation، ويجب واحد يكون طبعا النزاهة نربطها بالتأثير، ويجب أن يتم بشكل أصيل وشفاف، يتطلب ذكاء عاطفي وثقة. إذن تأثير يكون غير يعني تأثير في الشخص الآخر من خلال يعني عندك العلاقات الطيبة، وليس من تلاعب بمقدرات الآخرين أو manipulation مثل ما يسموه. ثامنا التعاطف، يرتبط التعاطف مع الأداء الوظيفي، وهو جزء مهم من الذكاء العاطفي والقيادة الفعالة. ومن دراسات والبحوث اللي الكاتب سواه أنه من المرجح أن ينظر إليك على الأرجح على أنك صاحب أداء أفضل من قبل رئيسك في العمل الزائد. والتعاطف والتسامح ضروريان لتحسين ظروف مكان العمل لمن حولك. تاسعا الشجاعة، قد يكون من الصعب التحدث في العمل سواء كنت تريد التعبير عن فكرة جديدة أو انتقاد أو تقديم ملاحظات عن ما يدور أو إبلاغ عن قلقه عن القلق لشخص ما يفوقك وظيفيا. هذا صحيح، هذا يعني بصراحة مشكلة أساسية في كثير من مجالات العمل. هذا الجزء يحتاج لشجاعة، والشجاعة سمة أساسية للقادة الجيدين، أنه إذا شفت شيء غلط أنه تقدر تقول لآخرين، ونفس الوقت تكون شجاع تتقبل انتقاد الآخرين في مجال العمل بدلا من تجنب المشاكل أو السماح بزيادة النزاعات. تمكن الشجاعة القائد من تصعيد الأمور وتحريكها في الاتجاه الصحيح وقبول كل التغييرات اللي أو الانتقادات من داخل الشركة. النقطة الأخيرة اللي الكاتب يأكد عليها الاحترام، يقول لك تعتبر معاملة الناس باحترام على أساس يومي من أهم الأشياء التي يمكن القائد القيام بها. طبيعي الاحترام يخفف التوترات والصراعات ويخلق جو حسن، وكذلك يخلق الثقة ويحسن الفعالية. الاحترام هو أكثر من مجرد عدم الاحترام اللي نقول عليه، ويمكن إظهاره بعدة طرق مختلفة، أنه يكون دافع للآخرين في تبادل يعني الاحترام بشكل عام لجميع العاملين. الموجز أو السمري، إذا كنت تخشى أن تفتقر إلى بعض هذه الخصائص كقائد جيد فلا داعي للذعر، فهناك طرق يمكن من خلالها تحسين قدراتك القيادية بما في ذلك جميع هذه السمات الأساسية العشرة. أو بعبارة أخرى، يمكنك تقوية أي من هذه الخصائص العشرة للقائد الجيد إذا كنت منفتحا على النمو وبذلت الوقت والجهد نحو تحسين الذات والتدريب. نقد الكتاب، الكاتب هو يعني من الكتاب المشهورين ويؤمن بالنقد، فكتاب القائد بداخلك بادر الكاتب بالتحرك في ختام كتابته إلى بعض الناس أو الكتاب المشهورين حتى يلقون يعني ينتقدون كتابه. فهو طبعا كتب لهم في أسطر انظر إلى الأشياء من وجهة نظر الشخص الآخر، فيعني هو يريد يشوف وجهة نظر الشخص الآخر اللي هم في مستوى من الكتاب، أنه شنو رأيهم بالكتاب، إعطاء اعتبار الحقيقي والتهنئة، حشد القوة الهائلة للحماس، احترام كرامة الآخرين، لا تكن شديدا في النقد، امنح الآخرين سمعة طيبة يستحقونها، حافظ على روح الدعاية والتوازن في حياتك. هذه نصيحة بسيطة للغاية في نهاية يعني هذا الكتاب، يطلب الممارسة والطاقة في بذل جهود، أنه أي شيء ندرسه نستفاد منه ونتعلم، وبلا نقد شديد وإنما نقد بناء للفائدة الجميع. وأخيرا كلمة اليوم أو اقتباس اليوم، لا تتبع الجمهور أو الحشد، دع الحشد يتبعك. هذا ما قالته مارغريت تاتشر بريطانيا، رئيسة وزراء بريطانيا سابقا. الثانية، ابدأ بفرضية أن وظيفة القيادة هي إنتاج المزيد من القادة،
وليس المزيد من الأتباع. هذا من نفس الشيء العلاقة بذاك، يعني أنه مثل ما قلنا التفويض وإعطاء صلاحيات تقدر تدرب الآخرين، ولا تحصر كل الأوامر وكل الأمور بيدك. إذا كنت تريد أن تكون قائدا يجذب الأشخاص المتميزين، فإن المفتاح هو أن تصبح أنت شخصا ذا جودة عالية. طبيعي لازم تحسن كفاءتك وتكون ذا جودة عالية من نزاهة وكل الصفات ذكرناها حتى تكون قائدا جيدا ومثالا للآخرين. شكرا جزيلا على متابعتكم، أرجو أن تكتبون ملاحظاتكم، أنا متأكد عندكم ملاحظات كثيرة. وطبعا هذا كتاب حاولت أنه ألخص لكم لأنه أعرف راح يصير مكرر بعض الحالات، بس لغرض الاستفادة إن شاء الله تستفادون. وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة أحبائي.